بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعزائي المشاهدين السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وملف جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامجكم كلام سليم. برنامج كلام سليم هيفتح الملفات، وهيسمع الصرخات، وهيحاسب المقصرين من المسؤولين، وهيرجع حق المظلومين، وهيطيح بالفاسدين. ملف قديم حديث، لا يتم الانتهاء أبدا من سرده. لعدم وجود حلول جذريه لمشكلاته وهو ملف الاهمال داخل المستشفيات وعجز المستلزمات ونقص الادويه اغلب الاوقات ويعتبر شبحا يطارد المرض وتحول الامر الى ظاهره عاديه لا يلتفت المسؤولين الى حدوث ذلك وبالفعل مع ظهور وباء كورونا العالمي اتضحت هلهله القطاع الصحي بمصر رغم كل الجهود المبذوله من الدوله التكتم هو اساس البلاء فكان لابد لنا ان نلقي الضوء على سلبياتنا التي لطالما نادينا بحلها قبل استفحال الامر مبدئيا كده لازم نعرف إن المستشفيات في مصر تنقسم إلى عدة أقسام من حيث جهة الإدارة مستشفيات حكومية وتشمل وزارة الصحة ومستشفيات تشمل ومستشفيات تلزم التعليم العالي وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر ومستشفيات تلزم الشرطة والجيش ومستشفيات تلزم المستشفيات الخاصه وللاسف الشديد الصحه لا يسمح لوزاره الصحه بالتفتيش او مراجعه الاجراءات في المستشفيات الجامعيه. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام معالي الدكتور علي عبد الله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان شرفتنا دكتور أهلا بك معالي الدكتورة النائبة شادية ثابت هريدي عضو لجنة الصحة والإسكان بالمجلس شرفتنا دكتور معلش يعني الموضوع كبير احنا بنتكلم لأن الموضوع فعلا كبير والله سؤالي للدكتورة اسمح لي الدكتور فضل علي فضل. أين دور النواب همزة الوصل بين احتياجات المواطن وعمل الحكومة أو بمعنى أدق هل قام النواب بالفعل بدورهم في هذه الأزمة خليني أقول لك الأول حضرتك طبعا قلت أن عندنا أحنا المستشفيات مهلهلة أو إلى آخر هذا الكلام على فكرة أحنا مصر يعني اثبتت كفائتها في الجائحه وصحيا يعني واخد بال حضرتك احسن من دول كتيره كنا يعني ده بالعكس اظهرت ان اوروبا اللي احنا كنا بنقول اوروبا لا مصر أحسن منها اوروبا اضطرت ترمي الناس في الشوارع لكن احنا هقول لحضرتك معلش ما ما مصر دي ام الدنيا يا فندم ايوه وهي وقد ام الدنيا. الدنيا فعلا مش ام الدنيا بس يا, يا جماعه وقد حصل. الدنيا حصل في ايطاليا مصر يعني الناس الحضاره التاريخ في الى وقتنا هذا ما حصلش هذا الكلام والحمد لله اه في نقص انا بقول لك في نقص في اسئله العزل وطبعا نشكر مؤخرا القوات المسلحه اللي عملت لنا مستشفى ميدانيه في ارض المعارض 3000 سرير ما قلناش كلام في نقص وعايزين وفعلا ما بنلاقيش وعشان كده بنروح لحجز المنزل الحجز المنزلي وكلنا بنساعد فيه ولكن مصر الحمد لله الى الان في هذه الجائحه احسن من دول كتير اولا انا عايز ابدا برضك بحاجه تانية طبنا. طبعا. بما ان الدكتور علي ادمان انا عايز اقول لك بقى النواب النواب دورهم فين اول حاجه احنا عايزين نعرف دور. دور النواب ما انا بقول لحضرتك الاساسي لان الشعب ما أنا, آه. ما انا هقول لحضرتك النائب اولا ليه ثلاث ادوار مش دورين على فكره دور التشريع ودور الرقابه ووضع السياسات العامه مع الدوله ده, ده الدور الثالث اللي كفل الدستور 2014 تمام. ده الدور الثالث اللي الناس مش عارفاه اللي هو وضع السياسات العامه مع الدوله مع التنفيذيين عشان انا على ارض الواقع عارفه المشكله اقول للتنفيذي واضع مع السياسات وتبقى المسؤوليه مشتركه ونحلها سوا لغايه دلوقتي الدور ده لم يفعل لكن الرقابي والتشريع مفعلين كويس قوي انا بالنسبه لي انا هتكلم مثلا عن نفسي في كنائبه اول مركز علاج ادمان في جمهوريه مصر العربيه وحضرتك تامن عليا الحمد لله على 10000 متر انا اللي عملت له عملت طلبات فيه واتصرف له 155 مليون جنيه وابتدينا فيه في مبابه مم. على مش ساحه غير مستغله في في حميات مبابه على 10000 متر اول سي دي سي اول سي دي سي معلش حضرتك بتقول فين دور النواب مرضي. انا برد على حضرتك اول سي دي سي ما هو السي دي سي هو مركز التحكم في الامراض المعديه والمتوطنه كان مركز اولا كان مبنى على 2000 متر 12 طابق كان واقف راقد اول ما رحنا النواب احنا ثلاث نواب حضرتك مشكور فعلا لا ثلاث نواب احنا كنا ثلاث نواب في الاول من, من هقول لحضرتك كنا ثلاث نواب في الاول وفعلا حرقنا المنحه وكان هينسلمه مركز كبد في الجائحه دي رحت انا بدرت قلت لا انا عايزاه مركز للتحكم في الامراض المعدية المتوطنة عشان اعمل سراير عزل في هذا المكان اغطي النقص في سراير العزل وتوافق عليه وهيتعمل اهو فادي انا بكلمك ايه احنا عندنا في باب الحمد لله هذا من فضل الله منطقه طبيه عندنا السمع والكلام عندنا العصبي والحركي عندنا حميات امبابة عندنا الصدر والحساسيه التحرير. يا دكتور بتتكلمي آه. حضرتك اولا جهدك مشكور عن امبابة آه. فقط لا غير احنا بنتكلم عن جميع النوار. محافظات مصر امبابة دي يعني ده جمهورية يا فندم امبابة جمهور لكن مدينه داخل محافظه الجيزه أي لا خمسة النهارده 5 مليون نسمه كل. النواب يا دكتور والله كل النواب شغالين ولجنه يعني يا دكتور الصحه يعني بص يا فندم احنا يكفينا شرف في لجنه الصحه ان خرجنا قانون اسمه قانون التامين الصحي الشامل اللي عجزت حكومات كثيره من قبلنا ان تخرج هذا القانون خرجناه وكان طبعا بتحفيز القياده السياسيه لينا وخرج قانون التأمين الصحي الشامل بقاله 17 سنة ما حدش عارف تخرجه خرجوا مجلس هذا هذا المجلس مجلس النواب على فكرة مجلس النواب ده عمل حاجات كتير اول ظلم لكن هو فعلا يكفينا قانون التجارب السريرية عاوزين يكفينا عاوزين يا المخاطر لسه كنا بالناب. الشعب يلمس ذلك يا دكتور عاوزين الشعب هو اللي يحس ان فعلا النائب اللي هو اختاره واللي هو بيتكلم بلسانه وبيتكلم باسمه هو اللي يتكلم مش القرارات الشعب اللي لمس حزمه حزمه من القرارات وحزمه من المبادرات 100 مليون صحه والعلاج على فيغ... والقضاء على فيروس سي ده شعب في ازهى صوره علم. في المبادرات الرئاسيه للاهتمام ببناء الانسان صحيا على أه. علم بذلك لكن مطلوب أنا النواب لكن مطلوب من النواب اكثر من كده بكثير احنا كلنا يعني يا دكتور انت بتتكلمي عن المستشفيات يعني النهارده المريض بيروح المستشفى بتبقى الحاله بتاعته حاله ايجابيه ومع ذلك المستشفى ما, ما بتقبلوش يا ريت كده وبس كمان لا أماكن. ولا بتدلوش العلاج وكمان بتخليه يروح لوحديه اثناء بقى المروح وراح لمنزله ده عدا كم واحد مش المفروض يا دكتور على الاقل المستشفى مش هتحجزني يبقى توفر لي العلاج طب مش هتوفر العلاج يبقى في فن... سياره اسعاف توديني يا فندم الظاهره دي عالميه, من منزلي عالمية مش في مصر عشان خاطر يا دكتور عالميه مش في مصر بس انت ما تتخيلش وباء وباء اجتاح العالم كله طبعاً عالميا ده ايطاليا كانت بترمي ناس في الارض يا دكتور الاعداد عندنا بتتزايد احنا وصلنا النهارده لقد ايه حلو قوي يعني احنا كنا بادئين حنقول ان مصر اول دوله مستعده لهذا الوباء على فكره حضرتك قلت كلمه حلوه جدا ودي انا بوجهها للساده المشاهدين الاعداد بتتزايد مش معناها ان الحكومه فتحت المجال للناس تفتح اشغالها علشان الاقتصاد والناس الحاله الاقتصاديه الناس فيها الناس تتوالى عن الحمايه لازم المسقط لازم غسيل الايدي لازم كل اجراءات الحمايه الناس تعملها مش معناها ان الكورونا مشيت لا ده الكورونا متعايشين معاها ممكن سنه او اثنين فكويس قوي ان محمود بيه لازم, الحمايه يا, 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 يا اخواتنا المواطنين وابنائنا المواطنين لان احنا لازم اجراءات الحمايه تبقى مستمره لان انا شفت ناس كتير قالوا خلاص الدنيا اتفتحت رموا المسقات ومش هنغسل ايدينا تاني يا, بس آه. يا دكتور احنا عاوزين زي ما خدنا قبل كده قرارات بغلق اماكن وبعد كده فتحناها بضوابط النهارده بردك عاوزين ناخد قرارات تانية قرارات عندي النهارده القطارات زحام شديد ليه ما أعملهاش زي المسجد وخلي مثلا عدد القطار اللي هيركب عدد العربية يبقى كذا محدد المترو كمثل الاسواق السيارات الاجرة لازم أن يبقى كده لا انا معاك في الكلام ده اللي هو القوه يعني كل ان انا فتحتها ما افتحهاش بقوه 100% تبقى مثلا بقوه 40% في 50% عشان التباعد الاجتماعي استسمح معاليك معانا تليفون دكتوره الاستاذه فاتن مدير التربيه والتعليم بفؤوس اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي اهلا بيك ازيك يا دكتور محمود اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك و... والدكتوره منوره الله يخليك ده منوره بس لما والدكتور هي... عبد الله والدكتور علي عبد الله كمان منور صوتك والله منورة. كلكم منورين والله صحيح. العظيم آه. والف مبروك للقناه الجديده انا متابعاك على طول والله يا دكتور تحياتي لحضرتك عاوزين نعرف اهم حاجه المشاكل اللي عندكم ايه يا استاذه فاتن عندنا والله في فاوس آه في بلد جنب فاقوس كده يعني قريه اسمها دميين فيها الدمين. تمام دميين دي تبع فاقوس يعني والزمايين دي يعني جنبها 25 قرية تاني ممكن يستفادوا منها يعني في مستشفى بقاله 19 سنة مش عايزين يفتتحوه وفي مجهز وفي كل حاجة يعني في لك مجهزة وإحنا بنعاني فين من بتاعهم مجهزة والله النيت النايب بتاعكم ألو طب النايب بتاعكم ما رحتيش ليه بحيث ان هو ما احنا رحنا ما اعرفش ما فيش يا دكتور يا دكتور الشعب في احتقان شديد احنا ايوه يعني النايب وبعدين بتاعكم وبعدين مكلف الدوله مجهزه ليه؟ يعني و... 25 مليون وعلى خمس فدادين والشعب والناس برضو تتبرعت فيه والمجهز والله العظيم رخام وحاجات جميله خالص والله يعني حاجه جميله خالص في بيلعب فيه بقى الحشرات والفيران مين النايب تلو. بتاعك يا فندم ما رحتيش قلتي له ليه المستشفى رحنا للنايب آسف. ما بيعملوش حاجه يعني النيابة اللي عندنا دول ما بيعملوش حاجه لا عشان يعني بتوع النايب إيه يعرفوا ان هو استاذه فاتن دو. استاذه فاتن بنشكرك طبعا على المداخله الجميله دي وطبعا سياده النائبه هتتواصل مع النايب عندكم إن شاء, الله. ان شاء الله وضروري يا جماعه احنا في يعني احتياج مش لكل مستشفى في كل وحده صحيه مش في كل مستشفى يا فندم ادوني العنوان وانا اخلي آه لجنه عشان. الصحه ونكلم الوزيره بحيث ده. ان فعلا طالما المستشفى مجهزه يبقى احنا فعلا في اشد الاحتياج ده احنا اجرنا اماكن يا فندم زي مثل شباب الجزيره في اكتوبر عشان نحجز الناس اللي ايه اللي هم بتوع الكورونا وبرضك مش مكفيين طب ما مستشفى زي دي تفتح ونخش على الدكتور علي عشان آه. ما يقولش ايه هو انا بس اللي مش مش ولا ايه احنا على فكره ما بنسالش احنا بنقول يا جماعه احنا في مركب واحده احنا في مركب واحده لازم ناخد ايدينا بأيدين بعض وتعاونوا على البر والتقوى آه. اه بنساعد بعضينا احنا مش جايين هنا عشان نهاجم بعضينا لا يلا. احنا جايين نحط ايدينا على السلبيات علشان ازاي نخليها ايجابيات وبالرغم من ذلك في ايجابيات كتيره ولكن فعلا المرض خطير هنروح بقى لدكتورنا العزيز دكتور علي عبد الله آه المخازن غير المرخصه هناك ثغره في قانون التفتيش الصيدلي تفتيش الصيدلي غير مصرح له بالدخول في الاماكن غير المرخصه ازاي في اعتقادك اغير هذا القانون اولا تحياتي لحضرتك ولمعالي النائبه دكتور شاديه وثانيا بقدم التحيه لكل الاطقم الطبيه اللي يعني واحنا كمان بنشكرهم حم... انا بسميهم ملائكه الرحمه على حسن الدكتور يفكرني انا بهجم لا والله فعلا هم فعلا هم ملائكه الأرض. الرحمه خط الدفاع آه الاول في هذه الجائحه ملائكه الرحمه يا دكتور انا آه انا بعتبر هذا الله. التعبير تعبير يعني رباني ملائكه الرحمه لك. لكن حتى الجيش بتاعنا العظيم يعني ربنا سماه ايه؟ جنود على الارض يعني جنود الله في الارض اه اتفضل يا دكتور الحاجة الثانيه بهنيكم بمناسبه ثوره 30 يونيو الذكرى السابعة يعني نعم نعم وعايز اقول ان ما بعد الثوره غير ما قبل الثوره لانه في مشاكل صحيه مزمنه كثيره جدا نعم كانت موجوده واحنا لحد كبير قطعنا اشواط فيها كبيره قوي استكمال الدكتور شادي يعني انا هرجع لك برضه للسؤال يعني ما تستعجلش لكن عايز اقول ان الجائحه كورونا اللي نعم. هي الوباء العالمي نعم اثبت ان اعتى الدول المتقدمه صحيا وعندها امكانيات عجزت نعم. عنها تصمد امام هذه الجائحه نعم. انما زي ما حضرتك بتقول كده انه دائما نطمح للاحسن نعم <applause> آه، اكيد اه اكيد, بالظبط كده وطبعا الجائحه ديت كشفت لنا كثير من العورات الصحيه موجوده في مستشفياتنا وفي نظامنا الصحي لكن ده مش معناه انه الصحه في مصر لا انهارت وبذلت مجهود كبير انما حتى على مجال على على على, على مستوى النواب الشعب الموضوع طيب ما تخلينا نخش في السؤال بتاع حضرتك السؤال وسيبنا لسؤال إن حسب احصائيات الرسميه ان مصر فيها 1060 مخزن لتوزيع الادويه آه. وعشان حضرتك تفهم يعني ايه مخزن توزيع الادويه انه المصنع بيصنع الدواء تمام بيذهب عن طريق وسيط ثم تمام. الى مكانه النهائي للصيدليات ثم للمريض يعني تمام. ففي وسيط في النص بيوصل الدواء من المصنع آه. للصيدليه رسميا في تحت الترخيص يعني ايه ترخيص يعني في شروط صحيه نعم. تنطبق على هذا المكان تمام. الصحه تقول انه ينفع مخزن ادويه لا تمام. شروط صحيه درجه الحراره ولا اخره يعني تمام. انما على الارض الواقع الحقيقه في كثير من الـ يعني يعني عده بالالف من المخازن غير المرخصه تمام. اللي بتـ 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 بتقوم بهذا الدور دون ترخيص يعني تمام. طبعا ده يعني يمثل شكل سلبي كبير جدا لانه لا تضمن سلامه هذه الادويه تمام. لا تضمن هذه الادويه وترخيصها لا تضمن تواريخها لا تضمن هي ال واخدة ترخيص صح ولا لا وبالتالي ده باب خلفي لفساد كبير جدا تمام طيب ايه المطلوب المطلوب انه آه يتم المطلوب منكم ومن الحكومه عاوزين نشوف ال المطلوب منكم ال 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 الحكومه الحكومه مطلوب منها المركز المصري مطلوب منها حاجتين اتفضل التجديد الرقابه نعم ثم تطبيق ما عرف بنظام التتبع الدوائي كان في نظام اسمه في نظام مطبق عالميا تمام وكنا بصدد تطبيقه في مصر وتاخر شويه يمكن لاسباب ماديه نعم فندم مهم قوي ده, ده؟, قوي ده. آه. فيه في الصحه كتير لجنه الصحه انه يطبق هذا النظام تتبع الدوائي حتى نقضي على سوق السوداء طب ولماذا لم يطبق يا دكتور؟ اه ما هو بقى يعني هندوب اه في خليني خليني اشرح لك يعني ايه تتبع دوائي سريعا يعني اتفضل تتبع الدوائي ده زي رقم الرقم القومي بالنسبه نعم لل نعم تمام تمام عشان أي تعرف علب أي خط السير اه اي بالظبط كده يعني اي علبه دواء بتاخد من المصنع بتاخد رقم قومي تمام افضل ان تتبعها من خروجها المصنع حتى وصولها وصلت فين؟ للمريض تمام؟ تمام اي آه تلاعب في النص هو بيظهر عندي كمراقب لان اي علبه دواء لازم في النهايه تصل الى المريض تسمح لي اخذ اهلا اهلا استاذ سيد اتفضل الو السلام عليكم استاذ سيد اتفضل عليكم السلام ورحمه الله ورحمة ورحمة وبركاته اهلا عليكم وسهلا استاذ سيد اتفضل تحيه من لحضرتك والضيوف المحترمين اهلا وسهلا استاذ سيد من الرهبين سمنود الغربيه اتفضل اتفضل يا استاذ سيد والله كنت في حاجة كنت حابب يعني أشير لها مع تفضل. حضراتكم وهي الوضع بتاع كورونا في مصر دلوقتي. تمام. يعني بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في اهتمام أكتر من كده. إن شاء الله إن شاء الله. ويكون ويكون في مثلا للقرارات يكون في لها تطبيق. تمام. يعني مثلا أنا عايش في فرنسا هنا ممنوع منعا بتا أي حد يمشي من غير كمامة. تمام. واي حد ما بيلتزمش خصوصا في المواصلات العامه بيتم عليه عقوبه 135 يورو فلذلك ما عادش فيه اصابات زي الاول. انت بتكلمنا بقى من فرنسا مش من مصر اهلا وسهلا. ايوه بكلمكم اهلا يا استاذ سيد اتفضل. العاصمه من باريس. النهارده الاجمالي بتاع الاصابات في العالم يعني حوالي 10 مليون 820 الف تقريبا. تمام على مستوى العالم تمام وفي فرنسا 165,000 <applause> النهارده دا الاصابات دايما في تزايد في مصر الصوت بتاعك بيقطع يا سيد يا ريت يا ريت تقف في مكان كده يعني طبعا اكيد الشبكه في فرنسا على اعلى جوده لكن يا ريت تتخير كده مكان كويس تتكلم منه عشان نسمعك كويس اتفضل يا سيد مين قال؟ اتكشفت اوروبا وطلعنا طيب. احسن منها احنا طلعت مصر احسن من اوروبا تاني. <تصفيق> <تصفيق> طب يا دكتور معلش مصر يا دكتور التاريخ مصر دي الحضاره مصر دي ام الدنيا طبعا فاحنا عشان بنكلمكم لا احنا ده جائحه الكورونا دي, دي اظهرت ان مصر ام الدنيا يعني فعلا يعني احنا بنكلمكم كده ليه؟ وطلعت اوروبا ليه؟ اي كلام احنا, احنا يعني متاملين فيكم أكتر من كده لان عندكم امكانيات الشعب المصري بس امكانيات كتيره الاعداد المصري يا فندم يعني خير جنود الارض نكمل دكتور اتفضل بعتذر اتفضل الحاجه الثانيه انه طبيعي ان التفتيش الصيدلي لا يفتش الا على منشات مرخصه تمام يعني ما ينفعش طبيب يروح يرخص يفتش ده. على مكان مثلا طب يا دكتور, لي. طب يا دكتور. النهارده يا دكتور اغلب الصيدليات المتواجد فيها هم الصيادله آه يعني آه 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 عاوز اقول لك آه 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 ممكن دي من ضمن الحاجات اللي وضعتنا في مأزق خطير آه. علاج يتاخد بديل ايوه علاج آه ما يتاخدش كويس ايوه وعملت مشاكل آه. كتيره ل... اين الرقابه من ذلك لا ما انا اقول ستك اولا ما, ما فيش حاجه ما فيش احصائيات تقول ان اغلب الصيدليات في الصيدله لانه كل صيدليه لها صاحب فاكيد متواجد يعني ان في البعض صدقني مش متواجد لا لا لانه عنده لانه عنده صيدليه واثنين وثلاثه هو مش متواجد عشان خاطر كده الدفعات اللي بتخرج دي بتروح فين ما بتشتغل في صيدليات تمام الحاجه الثانيه بس صدقني بيشتغلوا أصح. في شركات وبيسيبوا صيدليات اصح لستك برضو انه كلمة العلاج يطلع بديل ده ده, ده شيء المفروض يطبق إن الدواء لما مش موجود لازم يطلع بديل لا بس أعرف المريض أنا ستك إن ده بديل, ما أنا هقول لكن و... ما أدهوش على إنه هو العلاج كنا عايزين نحل الأزمة آه. دي في لجنة الصحة آه. ونعمله بالاسم العلمي ب... بالظبط وده ضرورة التطبيق بالاسم آه. العلمي وده طلبناه اللي, على فكرة. اللي هو اللي هو إيه؟ اتفضل يا القانون بيسمح ل 12 مصنع دواء إنه يصنع نفس الدواء تمام وبالتالي مفيش حاجة اسمها دواء أصلي ودواء بديل هما ال 12 دواء بدائل كل منهما للآخر تمام. ليه؟ ليه؟ لان انا ما اقدرش اعتمد على مصنع واحد بس في تصنيع دواء المصنع ده ممكن يعمل ايه يعطل أو الاخر فافقد الدواء او او يحتكر صنف وبالتالي افقد قراري آه الوطني ويروح لقرار غير وطني طيب طب يا دكتور آه طبعا طبعا عشان معالي النائبة موجوده طيب طب هقول على الحاجة. التفتيش حاجة دي بس بسيط. عنده بعض المشاكل المفروض اللجنة الصحه تحل هذه طيب يا المشاكل زي الامكانيات طيب. والمرتبات وغيره وغيره وغيره. طيب الماكينات اللي خرجت من الخدمه ايوه وخدوها المزورين والغشاشين ايوه تمام ومن خلالها مم. بيقدروا يضربوا فواتير تمام ويوزعوها ام على النت مم. لامه على الصيادله مم. ويضربوا فواتير. مم. ليه الماكينات دي لا تكهن مم. او تتلف؟ مم. لا هو مش بيضربوا فواتير بيضربوا دواء بيصنعوا مضروب. دواء مضروب دواء مغشوش ما هو الدواء مخشوش يعني الـ أي الـ اه دواء مغشوش الهيكل بتاع العلاج بالظبط هي القصه دي طبعا بتخرج تماما خارج هو الامبلاج الامبلاج آه بتاع الدواء آه اه 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 لكن مش بيفصل مش بيضرب الغلاف فوتيه لا انا بتكلم عن الغلاف يعني الامبلاج بتاع الغلاف او الدواء نفسه اسم الشركه لا ما هو ما هو اسم الدواء المكان ده اللي بيكهن وبيطلع من الشركات ويباع في مزادات بيتعمل بيه ايه؟ بيتعمل بيه ادويه مغشوشه تحت السلم طيب يقلد بيها ادويه اوريدي موجوده في السوق، تمام؟ القصه دي لا تتبع فقط وزاره الصحه لا تتبع بيك... لا ما بيك احنا مش بنتكلم الصحه بس، أيوه. يعني معانا السياده النائبه أيوه. ده ده موضوع احنا بنعرضه موضوع شامل ايوه ده موضوع مهم آه. لانه, على الحكومة لأنه و... المفروض فعلا يبقى في تجريم بقانون واضح وحاد آه لمسار ال... هذه الم... هذه الماكينات اللي بتخرج من المصانع وتخ... وتصل أنا. ايادي غير امينه طيب شكرا لحضرتك أحتمر. نرجع بقى لسياده النائبه اللي يعني كلها نشاط وحيويه الله يبارك لي عاوزين نقول ان في عندنا مشاكل كتيره يا آه دكتور <applause> اتفضل آه في آه في مستشفى حميات امبارح أي. وطبعا حضرتك عارفه مستشفى حميات امبارح لسه كنت هناك الصبح ايوه ولسه كنا عاملين يعني رافعين كفاءه عنبر 17 تمام تبع ال 155 مليون جم للادمان شركه الانتاج الحربي تمام وعدت لان انا كنت قايله لها من الاول ترفع كفاءه عنبرين وترفع كفاءه الشوارع ورحت اتاكد النهارده ولقيت كفاءه على فكره عمبر. على فكره احنا أه. كنا عاوزين نهنيك على مجهودك الكبير الله يخليك ده انا عايز اعمل قد كده 100 مره يعني أه. تمام اتفضل يا دكتور فالحقيقه رحت لقيت والله انا انا كان نفسي اوريكي البث المباشر انا لما رحت اشوف العنبر اللي اترفع كفاءته ده قلت له ما انا مش حميه امبابه ده أنا دار الفؤاد اتمنى وطبعا ده ان شاء الله اذا ربنا يعني مد في عمري وفعلا كان في دوره تانية لازم كل مش الكفاءه مش بس يا دكتور مش مش كفاءه العنبرين عارفين دول عارفين ده انا عايزه العنابر كلها, كلها, كلها اه, اه العنابر اه كلها, كلها, اه 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 كلها, كلها تبقى بالكفاءه الجميله دي الحقيقه القوات المسلحه لما بتشتغل بتشتغل بيرفكتلي اكيد اكيد يعني طبعًا. انت لو شفت العنبر النهارده انا سعدت بيه قد ايه في الجمال وقد ايه في البيبان وقد ايه في النظافه وشبكات الاكسجين وشبكات الهواء لا وشبكه الغازات لا الحقيقه حاجه والله على اعلى مستوى انا طبعا انا انا استشاري نساء وتوليد ودخلت مستشفيات كتيره خاصه وعامه على مستويات كبيره على اعلى مستويات العنبر اللي, اللي انا شفته النهارده على اعلى مستوى في مستشفى خاصه فالحقيقه دكتور. احنا المصريين لما بيبقى في شويه ضمير ثمين. الحقيقة بيشتغلوا بكفاءه وبيطلعوا شغل ما حصلش طب يا دكتور سؤال بقى عاوز عليه اجابه صريحه والله من ما بعرف غير الصراحه ايوه آه. رغم الحزم في عدم صرف الادويه الخاصه بالبروتوكول وصدور قرارات شديده بحصر التعامل مع هذه الادويه الا بروشيت تمام في بعض الاحزاب حصلت عليها. انا هقول لحضرتك حاجه الكلام ده مفيش حاجه واستغلتها مفيش حاجه بقول لك للدعايه الكلام ده الكلام ده مش مظبوط انا شخصيا لما الناس بتيجي تقول لي ده في حجر منزلي والناس مش معاهمش كذا اللي آه. بيقدرني عليه ربنا بروح اجيبه ببعت السواق ما بروحش انا هات لي الكلام الفلاني ده معروف البروتوكول بتاعه سروماكس وفيتامين سي أول اولا ما فيش علاج انا عايزه افهم الناس الفيروس مالوش علاج. أنا بدي علاج للكومبليكيشن للمضاعفات، يعني بدي أسبرين عشان ما يحصلش تجلطات في الدم، أو بدي كليكسان وبدي مثلًا زنكترون، وبنك بدي فيتامين سي عشان يقوي المناعة، بدي زيسرو ماكس علشان التهاب الزور، فإذا أنا بعالج مضاعفات كل الفيروسات حتى أيام الحصبة زمان، أنا بدي لمضاعفات الحصبة، بدي لمضاعفات الكورونا، فأنا ببعت السواق ديني 1 ست تو ست ست، مثلًا على حسب الناس طالبين مني، الحقيقة آه بيدوه طب مش ومش احزاب ولا حاجه بدون اي حاجه يعني الكلام اللي وصل لحضرتك ده ده اشاعات اشاعات انا يعني ش... انا بقول لك سواء بره يا جماعه و... الكلام ده اشاعات اي حد عايز البرتقال لكن على ارض الواقع بيجيب. انا بتكلم الاحزاب وصلت عليه ازاي؟ ما هو وانا السيدلية. لما الحزب يصرف لكن كميات كبيرة يا فندم. يعني الحزب يصرف الحزب لما يصرف النهاردة ويدي الناس ببلاش بالمجاني م... ما بيبدهمش بفلوس يعني هو عيب عليه يا معالي النائبه النهارده النهارده لما لما النواب ما هو ده يا دكتور مش يعني, يعني ده يعني مش دور النواب ان هو ياخد علاج عشان خاطر لا النائب ليه دور اكبر من كده بكتير يا جماعه يا فندم في جائحه في تكافل اجتماعي بدل ما يعمل له يافطتين ثلاثه يدي علاج طبيعي. اوفر طبيعي احسن يا دكتور ومور بنفيت للعيان ان يديله العلاج احسن من نحط له بانر صح ولا لا طب يا دكتور هناك مستشفيات خاصه ايوه فده. ورفضت الاسعار وقرارات وزاره دي الصحه دي معاك فيها دي بقى عاوزين نشوف لها حل اولا انا من اول الناس من اول أو الجائحه كتبت ان لازم وزاره الصحه تتدخل وتعمل بروتوكول مع المستشفيات الخاصه علشان تحدد الاسعار لان الاسعار ده طب انا هقول لحضرتك حاجه كمان دلوقتي بسبب الكورونا واللي الاسعار بقت في المستشفيات الخاصه 20 و ألف جنيه للعنايه المركزه كان قبل الكورونا أحسن عناية مركزة ستة ألاف جنيه في اليوم ونقول خدت 5 ألاف جنيه في اليوم دلوقتي العناية العادية اللي مش بالكورونا اللي مش بالكورونا يعني واحد عنده جلطة في مخه عنده أي حاجة بقت خلاص العادي اللي تاخد 15000 جنيه في اليوم يعني استفادت يا من أسعار الكورونا طب يا دكتور في حاجة بقى مهمة وحاجة خطيرة قوي عاوزين نقول عليها إن زي ما فتحنا كل حاجة برضك هناك عندنا السياحة الداخلية وفي محافظات كثيرة جدا يمكن تعتبر بالنسبة لها هي شريان الحياة ليه ما نفتحهاش الأخرى جميل المصايف ليه ما نفتحهاش جميل احنا يعني فتحنا المساجد والمطاعم وسايبين كل حاجة الناس دي ده باب رزقهم وعلى فكرة مية الكو... مية البحر أساسا إحنا عايزين نفتح الكل يعني علاج الكورونا لأن مية البحر والله آه طيب. علاج للكورونا لا وبرضك نفتح ضوابط الفن... وشروط إيه المانع؟ أنا أنت حضرتك برضك أخلي كلمة... في ضوابط وشروط حضرتك قلت كلمة كويسة السياحه الداخليه انا عندي على فكره كاتيجوري اسمه السياحه الصحيه بتشقيها العلاجي والاستشفائي الاستشفائي انا يعني عندي انت اماكن معانا في المطالبه آه بفتح السياحه الداخليه وتشغيل الشواطئ للترفيه عن الناس لا والسياحه في الاستشفائيه يا فندم عندنا اه في دي مش موجوده في العالم انا عندي حوالي اكثر من 1000 عين كبريتيه ولم تستغل عيون عيون وحمام فرعون وحمام موسى ورم ورمال وشمس وبحر طول السنه وللاسف يا دكتور ده وانا شغلت السياحه الداخليه بس في السياحه الاستشفائيه عايزين نستغلها هيجي طيب. موارد كتيرة جدا لا تقل عن 50 مليار طيب. جنيه طيب استسمح معاليكي وسؤال اخير للدكتور علشان طيب. فقرتنا الادمان مكافحته ازاي في ظل قله المستشفيات الحكوميه وزياده اسعار المستشفيات الخاصه الناس النهارده مش قادره لا هو عارف يوصل يخش مستشفى الحكومي ولا قادر يتعالج في المستشفى الخاصه نعمل ايه هو والدكتوره هتشاركنا الكلام وتشاركنا الراي يعني ده موضوع كبير جدا آه. موضوع كبير هو الادمان ينقسم الى قسمين اللي هي الأد... المواد الكيماويه المعروفه زائد اساءه استخدام الادويه تمام وسائل الاستخدام الادويه يقع عاتقها على الاسره انها تراقب دايما الابناء وتعاطيهم الادويه تمام واحيانا بيحدث الكلام ده بحسن نيه يعني الواحد بياخد الدواء ويفرط في المده المحدده ليه بدل ما ياخد اسبوع بيبينة. هو اساسا يا دكتور مش لاقي الدواء عشان لا نقول ان هو بياخد الدواء هو اساسا بيروح المستشفى وانا روحت مع كذا حاله فعلا في علشان خاطر ان احنا نحجزه ما عندناش اماكن طب تعالى بكره تعالى بعده علاج ما فيش علاج فعشان كده في ضر دخلنا السوق السوداء قول في المستشفيات الخاصه للادمان انا النهارده بشوفها منتشره تجاره رابحه لا. لا يعني اقصد ايه ان مش اي حد بيقدر عليها الدكتوره مثلا كتبت لمريضه طه. عندها طهيب. على مسكن مثلا بس عاوزين في عجالة علشان أي. خاطر حلان. على مسكن بدل ما تاخد اسبوع المريضه ده خدته شهر خدته بيعوضها يبقى لازم يكون في توعيه من الدكتور الاول يعرفها ان انت لو ما خدتهوش ال 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 المده الكافيه والصيدلي المفروض مش هيفيدك يدي تعليمات محدده ويحذر عشان ما يحصلش افراط الـ الـ احنا عندنا ضعف النسب العالميه في تعاطي الادويه والادمان تمام. محتاجين منشات حكوميه تراعي هذا الموضوع عشان تمام. اسعار علاج الادمان في البرايفت في الخاص عالي جدا لا يقدر عليه الا الاغنياء عملت لكم واحد في امبارح وتشكر الدكتوره حاجة طبعا حاجه مبنى. اخيره وهختم مم. بيها الفقره بتاعتي هناك اكثر من 6000 مريض 6000 ممرض وممرضه مفصولين عن العمل يا وتقدموا وتقدموا تظلم ولم ينظر اليهم حتى الان لا. انا بخاطب المسؤولين الجعب. احنا في احتياج لكل ممرض وممرضه صح. العفو عند المقدره طيب عاوزين لا ده دول محتاجينهم جدا يعني في أشد الاحتياج احنا انا انا لل... تواصلت مع سياده النقيبه كوثر محمود الاسبوع اللي فات وكان عندها اجتماع وعدتني هتتدخل النهارده وتتصل صلت على تليفونها مغلق أنا بوصل الرسالة لسيادة النقيبة ومن ومن قبليها بوصلها لمعالي الوزيرة وللوزارة وللحكومة معالي دولة رئيس الوزراء أرجوكم أرجوكم اللي تقدم دوم يرجع, أبنائنا. يرجع. دوم أحنا أبنائنا. وإحنا محتاجين الخطأ وارد الخطأ وارد والعفو عند المقدرة وإحنا في أمس الإحتياج إليهم كلمة أخيرة عشان نختم حلقتنا آه، والله نختم. أنا بس عايزة أقول لأحبائي كل أهل مصر إحنا كنا إحنا فتحنا هذا الكلام تمام. لازم الإجراءات الوقائية لازم تستمر تمام. زي ما أنا قلت في أول البرنامج والمسقات مهمة جدا تمام. بتحميك وبتحمي اللي قدامك علشان نقلل من العدد ونشغل, ونشغل السياحة ونشغل السياحة ونشغل الاستشفائية السياحة. الداخلية دي موارد للبلاد حلوة جدا وفي العالم كله اللي ما فيش في زي اللي عندنا نرجعهم المطارات تتفتح لهم احنا طبعا. عايزين نقول ان فعلا يعني كان في مقوله يقول مفيش اللي مش هيقدر يعمل نفسه هو في بلده مش هيعمل نفسه في اي حته تانية والكورونا اثبتت حاجات كتيره جدا يبقى بلدنا هي بلدنا طبعا. نستثمر طبعا. جوه بلدنا ونشتغل جوه بلدنا وما نقولش يا خارج شكرا تاني شكرا لحضرتك يا دكتور شكرا. دكتور بنسبه <applause> وجود سياده النائبه سرعه تكليف الزمراء الدفاعات الكليات الطبيه عشان احنا في امس الحاجه للفريق الطبي بشكل عام اطباء وصيادله وتمريض وقالوا هي مم. هيدوم آه تدريب ويبقوا اطباء يا ريت ينفذوا كل عشان اه طبعا فكره عجز كبير في انا بعتذر لذاك الوقت ولكن المفروض الكلام احنا كنا فيه ده ناخد فيه حلقات لا حضرتك القيت الضوء على حاجات انا كمان كنت جدا. كنت عاوز اتكلم في في قانون التصالح وعاوزين برضه كنا نتكلم مم. في قانون تصالح ممدود لغايه شهر 10 يعني عاوزين علشان الناس بس سرعه الناس اللي تروح تقدم طيب ونقول له رؤساء الاحياء بشكو. يساعدوا الناس اللي دلوقتي. بتقدم على التصالح علشان يتصالح معالي الوزيره معالي النائبه بتقول رؤساء الاحياء من تسبب في البناء المخالف هم رؤساء الاحياء دلوقتي لأن هم بقى اللي تركوا يسهلوا على الناس التصالح الزراعه ورؤساء الاحياء هم من تسببوا في ذلك لو كانوا وقفوا من الاول قبل ما يحط قالب طوب ما كانش حاجة اتبنت مخالفة بس خلاص في قانون طلع من مجلس النواب أشكركم. وامتدوا التصالح لغاية شهر 10 يبقى الناس تبادر ورؤساء الاحياء تاخد منهم الطلبات لان بيقولوا لا مش هناخد طلبات لا تاخدوا طلبات والناس تتصالح دي بشكركم. هتبقى فايدة مزدوجة شكرا لل... 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 للحكومة والمواطن وال... في في نهايه فقرتنا الشكر طبعا موصول لدكتور علي عبد الله شرفتني ونورتني الشكر كل الشكر يا محمود انا سعيد طبعا بوجودكم معايا وكنت اتمنى لكن طبعا في حلقات ثانيه هنناقش فيها حاجات كثيره جدا أه انتظروني فاصل وهيكون معايا شيف مصر الاول عمر المتولي انتظرونا بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره اخرى بس الفقره النهارده معانا شيف جميل اه شيف عمر المتولي شرفتنا انا استاذ محمود ربنا يعزك ربنا يخليك محمد ماهر صديقي العزيز أنا شرفتنا دكتور محمد. محمد دكتور انا استاذ آه الطهي مش عباره عن مكونات اكيد بتتواجد مع بعضها علشان آه تطلع لنا آه طعام لكن الطهي عباره فن وروح وابداع وعلم برضه آه اللي احنا بنسميها بالبلدي كده النفس في الاكل آه. لكن مع التطور طبعًا. الشديد في الحياه السريعه لازم الشيف يطور نفسه ويثبت بصمته في مجال شغله لقائنا الان معك انت هاوي طبعا انتهى وطبعًا قبل ما تكون حرفت ببديل انك مميز وعملت اسم محترم ربنا يخليك ربنا يعزك هل يتم تدريب الطهاة في اكاديميات فنون الطهي على احدث طرق الطهي هو حاليا في مصر موجود ولكن احنا يعني احنا كشفات في البدايه خالص ما كناش ما كناش لاقيين، لذلك كنا بنخرج بره عشان نتعلم آه. الحاجات اللي احنا حابين نتعلمها، ولكن كهو مش ك هو مش كحاجات احنا بنركبها او لا لازم يكون هوايه فعلا ولازم يكون حب كمان، وزي ما قال محمد كده لازم يكون كمان فيه دراسه آه او كمان. علم، اللي هو العلم الاكاديمي تمام اه الفندقي بقى آه. اه طيب يعني عاوزين يعني ازاي نأهلهم لذلك؟ آه. نأهلهم لذلك عشان خاطر الفنادق والمطاعم وعشان كيب. طبعا بيبقى عندنا جست بالظبط أجنبي فاحنا كيب. عاوزين نظهر في أحسن صورة آه هو لو اجتمع يا فندم لو اجتمع الحب مع مع الموهبة تمام الحب مع الموهبة مع الدراسة الصحيحة تمام آه أكيد هتطلع حاجة كويسة الله. تمام. ولكن أه ولكن أكيد إحنا يعني لو إحنا أخذناها كشيف ولبست الجاكيت بتاعي أبيض أو أو خلاص أنا لبست التوك وبقيت شيف آه أكيد طبعا م. مش هطلع حاجة ومش هيبقى ليا نجاح تمام، تمام. خاصه كمان انه المجال مفتوح دلوقتي المجال تمام. مفتوح لكل الشفاء ده وصلنا لحد خلاص بقى في دكتوراه في ماجستير في كورسات في الجامعات الامريكيه ده كده كمان عندنا حاجه كمان آه. ان الفنادق دلوقتي بعد الفتح متعطشه للكوادر جداً دي جدا آه جدا يعني الموضوع بقى يعني آه علمي بشكل يعني آه هو علمي شمال. زي زي اي دراسه علميه تمام كمان وكمان يعني خد بالك دراسه علميه خطيره تمام لان انا النهارده لو انا ما لو انا ما خرجتش من تحت ايدي وجبه صحيحه سليمه تمام انا اكيد بضر بيها حد ثاني واكيد أكيد يعني صحيح آه اكيد صحيح لازم صحيح تكون حاجه صحيه سليمه طبعا استاذ عمر فضل هل التدريب فعلا بيوفر فرص عمل للطهاء بكل صراحه بكل صراحه اه لان طبعا الموضوع ده دلوقتي انا 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 خايف اقول انتشر جامد جدا جدا طبعاً. فهل فعلا بتوفروا لهم فرص العمل آه بتبقى موفره لانه انا النهارده كاونر صاحب فندق او مثلا اونر ماسك اداره فندق او صاحب طبعاً. مطعم اكيد هروح للمكان الصحيح عشان لو انا عن لو انا مثلا بروح لاكاديميه معينه هروح اخد منها الطالب المجتهد عشان يبقى معايا فبس ده بيبقى المطعم الناجح هو اللي بيدور على الشيف النجاح اه بس اكيد لابد ان يكون الواحد بيسعى ويجتهد برده مش يعني أوه. طبعا 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 أكيد. اكيد يعني مش اه اه اكيد طبعا أوه. بس هي دي بترجع كلها للشيف اللي هو عايز يبقى يعني. عايز يبقى حاجه واللي مش عايز اه طبعا طبعا تختلف طيب. من شخص الاخر مع اختلاف السن طبعا والاعمار اه تختلف من شخص الاخر آه. حسب الطموح وحسب الاجتهاد هل من الضروري انه طبعًا. يكون بلم بالكثير من التكنولوجيا؟ لكيفية التعامل مع الاجهزة الحديثة الاجهزة المطبخ اه اه أو اكيد طبعا هو الأو... بس هو الفن كله لان أو... أجهزة المطبخ الغلطة فيها فورة فاحنا أه. <applause> هو عموما احنا عندنا الاجهزة يعني نحن نقدر نقول بسيطة اي حد بيشتغل عليها لا ولكن... أنا, م... انا مش بأهله اه علشان اجهزة بسيطة اه انا عاوز اأهله على كل حاجه انه يكون شيف عالمي إيه ما احنا الاجهزه بتاعتنا أوه. احنا محتوياتها بسيطه جدا يعني هيكون جريل فرن جريل فرن بوتاجاز هتبقى حاجات كلها بسيطه بس يعني مع تقدم الالكترونيات التكنولوجيا سوري فاكيد بيبقى فيه ايه التعامل بيبقى اختلف من المانوال يعني. طبعا الكهرباء من غاز لكهرباء فبيبقى مختلف فاكيد بعض غير معقده يعني بقت سهله المهنه بقت سهله شويه أيوه أيوه. بس معقده لو احنا هنتكلم في صحه وسلامه غذاء طيب بما انك بقى الشيف وضيف حلقتنا والناس النهارده متعطشه في ظل هذا الوباء الذي ده افسد أكيد. علينا الحياه ده ايه الماكولات حاجه اللي عاوزين نقول ان هي يعني بتقلل من انتشار هذا الفيروس وبتزود المناعه برضه يعني وبتكون بتزود المناعه الحاجه اللي هي يعني هنقول مثلا انا كشيف عشان اقدم أه احنا احنا طبعا عارفين اكيد اوريدي اللي, اللي عنده مناعه ضعيفه اللي هو الشاب الطفل الصغير او السن الكبير تمام. هنكسر من الخضروات تمام. من الاكل الصحي آه هناكل اكتر اكلنا هنبعد عن السكريات الملح عموما يعني كمان كمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالابيضين يعني سلام. اكيد عليه الصلاه والسلام فاحنا نبعد عن الملح واي حاجه فيها دهون وسكر فاكيد بتبقى بتظبط المناعه بعيد افضل المشروبات اللي شوف يا استاذ شوف هتدي مناعه زياده يعني تزود زياد. يعني آه المناعه مشروب يدي طاقه ويدي مناعه قويه جدا يعني والله عندنا كتير يعني عندنا مثلا آه يعني عندك الفراوله دلوقتي كويسه جدا عندك الجوافه بس هو هتكون هتتكلم عشان يعني هتروض للخضروات ولا فاكهه انا عاوز ايوه لا 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 انا ما اتكلمش احنا حاجه اللي طالع 12 من امبارح يعني اه تعالى احنا عندنا الصنف ده عاوزين نعلي السوق لا 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 <applause> إحنا بندور على الفيتامينات اللي هي بتساعد على المناعه بس إحنا ولكن حضرتك أنا بعيد خمسة على الخضروات <applause> <applause> يعني الفراولة والجوافة وإيه تاني؟ يعني مثلا الفراولة، الجوافة، كنتالوب دلوقتي طبعاً متوفر جداً إحنا <applause> بندور على الفيتامين اللي هو بيقوينا طيب. شوية بس طيب. مش بص يا سيدي إزاي أحضر وجاه الشيف متميز ذو سمعة عالمية طيبة ذو سمعة عالمية طيبة <تصفيق> <تصفيق> إن هو مثلاً يبدأ دراسة أكاديمية صحيحة من البداية في سن صغير والممارسة برضه لا مع ما احنا ما هو حب الاول احنا اتفقنا أيه. ان هو في حب وفي هوايه صح كده مع الممارسة. لا ازاي اجهزه بقى الممارسة دلوقتي يا فندم هتبقى ازاي انا لازم اديله العلم الاول وبعدين ينزل تريننج تدريب رسمي تمام. في فندق حاجه يكون يعني هيتعلم فيها عشان نقدر برضه ناهله ان هو يخرج حتى لو خرج بره مصر بيخرج حتى حتى لو داخل مصر في فنادق شرم الغردقه في حاجه سياحيه وزاره السياحه بتطلب دلوقتي زي ما حضرتك قلت مش عاوز كده متعطل. بس حتى يبقى معاه الشكل النظري يخرج بره كمان أه. يعني يروح الدول سواء العربيه الدول الاوروبيه انا باهله ما يبقاش شيف في مصر بس ما محل يعني على المستوى العالمي لان مصر دي هي اللي بتصدر كل حاجه بالظبط آه العلم احنا اللي صدرناه أه بس تجاره صناعه كل حاجه والله هو, هو هو موجود بس احنا للاسف انا ما انا طيب. ما مقصودش حاجه ولكن طيب. احنا في المطبخ طيب, أه طيب. طيب سؤالي الاخير أو. سؤالي الاخير اتفضل تحت امرك نصيحتك للطائي أه نصيحتي نصيحه آه عشان هننهي بها الفقرة بتاعتنا كويس جدا آه نحن نلتزم آه بأسس وقواعد منظمة الصحة العالمية تمام. في المطبخ بتاعنا تمام. وهي بتنقسم الهسب آه 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 والهيجين تمام في هسب وفي هايجين عند الشيف تاكد ان هو هيخرج بره معنى ولا الهسب 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 يا فندم هو عباره عن تحديد النقاط الحرجه تمام, تمام. وايه النقاط الحرجه اللي هي انواع البكتيريا انواع اللي هي البكتيريا وما وما يليها طبعا من الاشياء دي سعدنا بحضرتك يا آه الله يخليك آه يا وربنا يخليك عمر انا اللي سعيد اكتر طبعا آه حقيقة والله يا عمر المهدي سعدنا بيك استاذ أه محمد شرفتونا شرفتوني طبعا شير شير كرام أعزائي المشاهدين بشكركم على حسن استماعكم ريت حلقتنا تكون عجبكم وإحنا برضك متواصلين مع بعضينا إن شاء الله في الحلقات القادمة وهنناقش جميع القضايا والمشكلات والملفات برنامج كلام سليم لازم يكون فعلا كلام سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته